بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية نشكر الزميل الأستاذ أيمن الغامدي على ما قدم لأبنائنا الطلاب من دورات تدريبية في صقل مواهبهم في الرسم الكاريكاتوري، وخاصة أنهم في الصفوف الأولية، مما انعكس عليهم بالأثر الإيجابي في صقل مواهبهم وتنمية مهاراتهم في الرسم الكاريكاتوري. فالشكر الجزيل للأستاذ أيمن، ونسأل الله أن يكتب ذلك في موازين حسناته، ونتطلع إلى مزيد من التعاون في قادم الأيام بحول الله. فعلا تجربة جميلة، نتمنى أن تعمم على بقية المدارس حتى يستفيد عدد شريحة كبيرة من الطلاب من خلال هذه التجربة. جميل جدا أن نلاحظ أن هناك ما يسمى برامج اللامنهجية، مثل الاهتمام برسم الكاريكاتير، الاهتمام بالرياضة، الاهتمام بالرحلات، الاهتمام بأشياء تنمي عند النشء الوازع الديني والحس الوطني والحس الأمني والسلام المرورية والنظافة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم كانت ثاني مشاركة لدورة الرسام الصغير بتواجد عدد من أبناء الطلاب في مدارس أبي بن ثابت. الحمد لله تكللت الدورة بالنجاح، والأطفال السعادة تغمرهم بوضع بعض الرسومات المميزة. يكفي أن فرحة الأطفال في مدرسة أبي بن ثابت غمرت الجميع. كان في نوع من وضع بعض الرسومات الكاريكاتورية بإدخالها في الأرقام بطريقة مبتكرة لأحبابنا الأطفال. من خلال هذه الرسومات نعزز القيم الوطنية، قيم النظافة، قيم حب الوالدين، قيم الاهتمام بكل ما هو جميل ورائع في بلادنا الحبيبة. ومن خلالها نحاول قدر المستطاع أن نجعل أبنائنا الطلاب يفكرون خارج الصندوق، يستنتجون الرسومات المعبرة من خلال الأرقام، من خلال الأحرف، تعطيهم تفكير إبداعي داخل المنظومة التعليمية. شكرا لمدارس أبي بن ثابت، وتحياتي لأبناء الطلاب، أخوكم ومحبكم المدرب الرسام الكاريكاتير أيمن.